احنا ما نريد هيك يصير، نريد بعضنا مع بعض نتعاون، ما نريد خلافات بيناتنا، ما نريد واحد يجي يفتنا بيناتنا، نريد الخير للعراق وللوادم هاي خطية الله تعبانة. يجب على الحكومة العراقية أن تردع جميع الدول التي تتعدى على العراق، مو يعني ما يصير احنا دولة ذو سيادة، ما يصير يعني تجي الدول وتقصف والطيق وهاي ما يصير. رأيك بالاستهدافات الأخيرة اللي حصلت فيها العراق، وكيف على الحكومة العراقية أن تتعامل؟ احنا نقول للدول مثل أمريكا وإيران، احنا بس جاي تستهدف العراق، نقول لهم لا تخلون العراق ساحة تصفية لكم، ابتعدوا عن العراق، العراق آمن ونريد نعيش، ونريد نفس ما قال سيد مقتدى خلوا تصفياتكم خارج العراق، بس هاي قلت. والله بالنسبة الاستهداف الأخير اللي صار بأربيل، طبعا هو مثل ما يقولون يعني هذا عدوان سافر، والحكومة دانته، يعني الحكومة دانته ودول العربية ودول العالم كلها دانت هذا الاستهداف اللي صار على أربيل، مو صحيح. وعن بعد واجب على الحكومة هي تأخذ إجراءات اللي ضد إيران، مثل تقطع علاقات أو مثل ما يعني ما تستورد بعد من هاي، لأن إيران هسه هذي الشيء إحنا وارداتنا من إيران، شوية تخفف يعني على هاي الشغلة هاي اللي صارت بالأخير. إحنا ما نسمح لأي شخص أو أي دولة تتدخل بشؤون العراق، ولا نسمح أنه تتدخل بسيادة العراق. صح أكو استهدافات صارت قد يكون يعني مبرر نوعا ما، يعني ناس تقول حسب الأخبار وحسب الاطلاعات يقولون أكو مقرات لل يعني كردستان بأربيل، بس هذا يعني شيء واقعي احنا نقول ايه واقع. على الحكومة اتخاذ اجراءات اللازمة يعني للحلول، تعطي حلول تعطي نتائج سريعة. يعني شاهدنا استهدافات سابقة، ما شفنا اي تحرك من الحكومة، يعني كان استهداف بريطاني على المقرات الحشد، كان استهدافات عديدة، فجأة طلعت يعني من صار الاستهداف الإيراني شو فجأة طلعت الحكومة واستنكرت ونزلت بيانات يعني ما أدري صراحة، ما أدري هذا الشيء مفتعل يعني ما أدري شنو، بس يعني نقول أولا وأخيرا العراق يتمتع بحضارة سيادة، وإن شاء الله نشوف بلد آمن بعيدا عن الصراعات السياسية الصراعات المادية قد يكون. والله أن تعامل الحكومة العراقية أولا بسحب سفراها من دول معنية أو الاحتجاج، وكذلك طرد تقديم مذكرة احتجاج للسفراء الموجودين لأي دولة تستهدف سواء كانت إيران أو تركيا أو أي بلد آخر، بما أنه العراق لا يستهدف أو يتدخل في شؤون بقية الدول، كذلك على بقية الدول احترام سيادته. فلذلك موقف العراق كان خجول جدا، ولا يعني يرتقي بحجم المسؤوليه، يعني كان على رئيس الوزراء ان يتخذ قرارات اكثر قوه ورادعه حتى يمنع هذه الدول من تكرار هذه العمليات. الحكومه العراقيه للاسف موقفها كلش ضعيف، لذلك نشوف العراق يوميا تستباح من ايران وتركيا، وكذلك حتى الدول الصغيره بدات تتدخل بالشؤون العراقيه.